اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين. هزيمه النادي الاهلي من نادي بيراميدز بهدفين مقابل هدف وحيد. النادي الاهلي احرز هدف المباراه الاول من عن طريق وليد ازارو في الدقيقه 33 من عمر المباراه، زي ما حضراتكم شايفين اوفر عالمي الحقيقه من علي معلول لوليد ازارو ليحرز هدف المباراه الاول، ثم زي ما حضراتكم شايفين هدف بيراميدز، تعادل بيراميدز عن طريق محمد فاروق في الدقيقة 47، ثم عبد الله السعيد في الدقيقة 57 وهدف التقدم لنادي بيراميدز. طيب الحقيقة خليني أبدأ بكابتن شريف، إيه رأي حضرتك في المباراة؟ والله مباراة عصبية أكتر منها، إن إحنا كنا شايفين إن الإعلام والتأثير على المباراة من قبل المباراة خلى شكل المباراة ياخد تحفظات كتير قوي داخل الملعب. أنا كنت متصور النهارده إن أنا بدفع بكل خطوطي النهارده كنادي أهلي وبتخلى عن الشكل القديم ليا في أسلوب التعامل مع المباريات، حتى في آخر المباراة تعدين 2-2 في آخر ثانية، وبعدم استخدام 2 فراوده بتلعب معاك انت عندك يعني انياب هجوميه انت ما بتستغلهاش خالص، حتى في ظل وجود وليد ازارو لما يكون معاه مروان محسن انت بتعمل حاله من الوجود جوه منطقه الجزاء، حتى لما حصلت الكوره اللي حصلت بين رمضان صبحي وعلي معلول اللي انا كنت بتكلم معاكم فيها، العلاقه بين علي معلول ورمضان صبحي اللي هي الوحيده اللي حصلت في الشوط الاولاني اللي هي هددت ودخلت وحصل العرضيه ممتازه جدا بوجود واحد على اول عرضه وواحد تاني على تاني عرضه، استقبل الكوره وحط الكوره بدماغه، هو ده الشكل الطبيعي اللي احنا لازم نبقى كلنا موجودين في على طول في الملعب بهذا الشكل يا كابتن. مش هينفع انت النهارده على طول بتتفرج على فرقه بتلعبك بثلاثه تحت الفيرود، تحت الفيرود تحت جون سيفنز بيلعب بثلاثه، بيلعب بكينو وعبد الله السعيد وايريك تراوري وحسام حسن الشوط الاولاني، الشوط الثاني كمان اتغير، ولا وحسام حسن حرر في الشوط الثاني بعد تأخره بهدف عبد الله السعيد وضغط بمحمد فاروق من ناحيه اليمين، فبيلعبوك بخمسه في وسط منطقه الجزاء بتاعتك. انت هذا الفكر اللي انت بتتكلم عنه، هل هو نتيجه نقصك العددي في لعيبتك واصاباتك ما زالت وعدم استخدام حضرتك اللي تقول لنا؟ ده المفروض يعني ان انا عندي غيابات كتير جدا، حتى احمد فتحي طبعا فارق كتير جدا في مكانه النهارده في ملعب زي ده وقدامه كينو، اعتقد ان كان هيبقى شكل حاجه تانية خالص. ايمن اشرف ومحمد هاني برضو الكيمستري بتاعهم الاثنين لسه برضو كل يوم انت بتستقدم ناس تعرفهم على بعض انهم يلعبوا مع بعض في نفس الحته، مطلوب منهم ان هم يدافعوا كويس قوي مش اكتر من الكره اللي هي الطويله هيلعبها يا كابتن، لان اللي قدامه عمرو سوليه وهشام محمد ما عندوش قوام اساسي في الملعب، حتى احمد الشيخ متاخر جدا في الحكايه دي. انا بحمل بصراحه الشكل النهارده كموجود للنادي الاهلي في الملعب قدام فرقه زي بيراميدز دي، الشكل بتاع التوليفه، الشكل بتاع الفرقه، انت كان لازم تستخدم محمد محمود ده من اول مباراه، لازم كنت النهارده تلعب بشكل اخطر هجوميا بكل مفاتيحك من قوه تعوض فيها الغيابات والاصابات اللي انت موجود فيها. الحقيقه انت ما زلت عندك مستشفى واصابات وضيف عليهم ازارو النهارده كمان، فانا مش مبسوط الحقيقه باسلوب اللعب النهارده اللي هي 4-2-3-1 دي، مش هتودينا في حته، وشايفين ان احنا امكانيات لعبتنا لازم زي ما قال تامر كده 4-1-4-1 يا اما 4-4-2 يا اما 4-3-3، انت عندك تقدر تحرك اللعيبه بتاعتك في دي خصوصا تمام بوجود رمضان صبحي ومحمد محمود اللي هم جوه. كابتن بلال بص انا شايف ان يمكن المباراه النهارده كانت شوطين، الشوط الاول النادي الاهلي اجاد فيه بشكل كويس جدا، قدر ان هو يخرج الشوط الاول بنتيجه 1-0، يمكن كان لينا اكتر من هجمه، كان لينا فرص، كان الضغط على الخصم من نص ملعبه كان موجود في الشوط الاول. النادي الاهلي كان له شكل رائع جدا، يمكن الاثنين بتوع نص ملعب عمرو السوليه وهشام محمد كانوا عاملين دور جيد جدا الشوط الاول، كانوا بيضغطوا، كانوا دايما قريبين من كل المساحات، علي معلول كان له دور كبير الشوط الاول كمان ورمضان صبحي، يمكن الجبهه الثانيه ما شفناش منها تحركات كتيره هجوميه، كريم نيدفيد واحمد الشيخ، ولكن كنت بتشتغل على جبهه هي دي اللي كانت بتهاجم، هي دي اللي اتصنع منها الاهداف. رمضان صبحي كان الشوط يمكن الشوط الاول بيأدي اداء راقي جدا، كمان الاربعه اللي موجودين في خط الدفاع كلنا قلنا الشوط الثاني هيحصل كل حضراتكم كنتوا قاعدين قلتوا كلكم الثلاثه قالوا الشوط الثاني من الممكن جدا ان احنا نرى رمضان صبحي اقل وعلي معلول اقل. صح مظبوط.
رمضان صبحي اقل لان رمضان صبحي بقاله فتره مش طبعًا موجود وشويه في انجلترا وبعدين جه وبعدين فيش تدريبات بشكل مستمر. علي معلول عشان راجع من الاصابه برضو اكيد الفيتنس بتاعه مش هيسعف ان هو يلعب مباراه كامله 90 رغم انه كان الافضل في المباراه الشوط الاول طبعا الشوط الاول مع رمضان صبحي اثنين عندهم كوره يعني انت اثنين جابها موجوده جابت الشمال بتاعه النادي الاهلي اثنين لعيبه كوره كويسين قوي رمضان صبحي بيعرف يرفع الكوره لعيب كبير امكانياته كبيره مهاراته عاليه الشوط الاول زي ما انت قلت اتكلمت اسامه احنا كنا يعني الكوره بتتلعب كنا بنحللها يعني وقفه رمضان صبحي وعلي معلول المسانده بتاعته والكروس كمان الرائع جدا اللي سهل جدا على اي فرد ان هو يحط جول يعني الحقيقه يعني كروس رائع جدا 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 يعني دي الكروسات اللي بتخلي الفرود يتصيد تحطها في اي مكان يبقى سهل عليك تحطها في اي مكان. الشوط الثاني اتغير الحال انا كنت متوقع الشوط الثاني مستر لاسارتي كان يغير طريقه اللعب بقى خلاص انا كسبان 1-0 بلعب فرقه امكانياتها كبيره جدا اغير طريقه عارف ان انا عندي لعيبه يعني مش هتقدر تكمل معايا الشوط الثاني يمكن انا برضو ليا عتاب شويه في موضوع في حته التغيير بتاعه ناصر ماهر ووليد سليمان يعني كنت اتمنى يعني ان اللي ينزل محمد محمود مكان او ينزل وليد سليمان مكان احمد الشيخ ومحمد محمود مكان ناصر ماهر يعني يمكن دي بس الحته اللي انا كنت اتمناها عشان برضو يبقى عندك توازن في اللعب انك تجيب وليد سليمان هو لعيب بيمتاز بالسرعه بيمتاز بالانطلاقه يعني تحط في نص ملعب وتقفل عليه ومن السهل انك تمسكه يعني اللعيب اللي عنده سرعه اما تحط في نص ملعب وتقفل عليه اللعب هيبقى سهل جدا انك تمسكه تمام فيمكن دي الحاجه الوحيده اللي انا اخذتها النهارده على مستر رساتي ولكن الراجل برده اول مباراه مع النادي الاهلي برافو عليك يعني لسه برده ما خدش على اللعيب ما يعرفش امكانيات بتاعه اللعيبه اول مباراه برده بيكتشف ويشوف ولسه برده المباراه اللي جايه هيكتشف برده ويشوف مش هنقدر نحكم عليه قبل 3-4 مباريات ولكن هي الصعوبه كلها ان انت كنادي اهلي مطلوب ان انت تنافس هي دي الصعوبه كلها ان انت مش محتاج ان انت تخسر وانت ماشي في الطريق بس وضع طبيعي جدا يستاهل وانا هاخد من كلامك على فكره بالمناسبه يعني لان الكلام ده كلام مهم جدا اللي حضرتك بتقوله يا كابتن بلال كابتن تامر النهارده مباراه هزم فيها النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف وحيد ولكن من وجهه نظرك هل انتهت المنافسه على الدوري بالنسبه للنادي الاهلي ولا لا؟ لا لان في اكتر من فريق بينافس فكله زي حاجه كده زي طبعا مع الفرق الرهيب يعني بس زي الدوري الانجليزي لسه مان سيتي هيلاعب ارسنال لسه مان سيتي هيلاعب تشيلسي لسه مان سيتي هيلاعب مان يونايتد انت عندك الزمالك لسه هيلاعب البيراميدز لسه الزمالك هيلاعب الاسماعيلي وانت طبعا الأهل. امر طبيعي الاهلي هتلاعب الناس دي بس وجود اكتر من نادي منافس ده ممكن يعطل المنافسين بس انت على شرط ان انت لازم تركز وتكسب مبارياتك المؤجله لكن في البدايه كابتن اسلام عاوز اقول نقطه مهمه احنا هنا في قناه النادي الاهلي بس لازم تقول مش عايز اقول الامور لازم تعترف بحاجات عشان تتحسن وتتعالج يعني تشتغل على علاج اخطائك وتتقدم وجهه نظر ان الافضل بدنيا النهارده هو اللي فاز مش الافضل فنيا لان فنيات ما الاهلي ضيع يعني الاهلي مضيع كوره والشبكه فاضيه اللي خرج فيها الشناوي غلط احمد الشيخ حطها والشبكه فاضيه خبطت طلعت بره الثلاث خشبات معلول حط واحده في العارضه يعني اذا الاهلي مسجل جول ومضيع اثنين شبه مؤكدين فاذا كفنيات الامور دي ما تقلقكش اللي تقلقك العوامل البدنيه بمعنى برافو عليك دي نقطه هايله جدا 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 عارف ليه لان هو دلوقتي ده اللي يتم البناء عليه خلال الفتره اللي جايه يا كابتن شريف يا كابتن بلال الكلام اللي بيقوله تامر ده كلام منطقي جدا وكلام مهم جدا ان النواحي الفنيه ما تقلقش النواحي الفنيه ما تقلقش قوي لان احنا الشوط الاولاني الحقيقه كلنا ما كناش متوقعين مثلا ان النادي الاهلي يظهر بهذا المستوى ولكن ظهر بمستوى رائع في الشوط الاول الكلام اللي انت بتقوله بقى ده اللي هو العوامل البدنيه عليها دور مهم خلال الفتره القادمه عاوز اقول لك على حاجه يا كابتن اسلام بان العامل البدني جدا انا من اول السيزون المحلي لما بداوا بتكلم على موضوع العامل البدني عند النادي الاهلي صحيح ده ناتج من حاجات كتيره اشتراك النادي الاهلي في اكتر من بطوله دوري كاس بطوله عربيه افريقيه فاذا بتشترك في 4 بطولات لكن لما تيجي تتكلم على ان ازارو النهارده ضمه ملهاش يعني ملهاش علاقه بكره مشتركه نعم. ازارو فتح في واحده كان عاوز يلحقها ويلمسها قبل علي جبر جاله ضمه لكن العامل البدني مأثر على النادي الاهلي في ايه يا كابتن اسلام أي. اولا كرات الطويله اولا التحرك بدون كره سيء جدا عند النادي الاهلي لازم تعترف احنا اتفقنا ان انت لازم تعترف عشان تعرف اخطائك تشتغل عليها مفيش تحركات في بدون كره بالتحديد في الشوط يعني الثاني احنا في وبالتالي في لقطات قبل بس ما تسيبك تكمل في لقطات في المباراه اللعيبه واقفه ما حدش بيتحرك كتير لسه هقول لك ده دليل على ايه ان مفيش تحرك بدون كوره
اربط بيه على طول ارسال الكرات الطويله الصريحه اللي بتبقى سهله على المدافعين، خاصه كمان ان الاثنين سنتر باكين بتوع بيراميدز بيجيدوا العاب الهوا سواء علي جبر او احمد ايمن منصور، فكان التعامل معاهم في الكرات الطويله سهل غير مقلق لدفاع البيراميدز. النقطه الثالثه الكرات المشتركه، معظم الكرات المشتركه الاهلي بيخسرها الواحد ضد واحد، في بعض القرارات حتى عند لما تبقى انت واقف بدنيا على رجلك يا اسلام بتبقى بتاخد القرار الصح. نعم. لو انت واقف بدني، لكن لو انت مش قادر بدنيا ممكن تاخد القرار غلط. نعم. وده بان على اكتر من لعيب، يعني في كره في نهايه الشوط الاول وليد ازارو كان من وجهه نظري الشخصيه ملعوبه له على الارض لازم يحطها ببطن رجله الشمال على يمين الشناوي، لكن هو واقف عليها في الكره اعتقد اللي حاول ياخد فيها ضربه جزاء وفي الاخر اخذ فيها الانذار. نعم. دي من وجهه نظري لمسه واحده على طول ببطن رجلك الشمال عند القايم الكره بتاعت وليد ازار اللي في نهايه الشوط الاول. نعم. اللي هي ضربه الجزاء اللي اخذ فيها انذار بداعي التحايل على حكم المباراه. نعم. فدي ابرز نقطه من وجهه نظري مؤثره جامد جدا على النادي الاهلي، لان حتى في الوقت يا اسلام اللي انت متاخر فيه ومحتاج فيه تضغط علشان تستخلص الكوره علشان تبدا تعمل هجمات مش بالظبط مش تمام. الحقيقه انا هاخد من كلام تامر انه كلام مهم جدا 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 في اللي احنا بنتكلم فيه وفي الاطار اللي احنا هنتكلم بيه خلال الفتره اللي جايه. النادي الاهلي دايما يا جماعه النادي الاهلي انا مش عايز حد يبقى زعلان، اتغلبنا لازم نزعل، ولكن يجب ان نقف على النقاط الصعبه او النقاط الغلط اللي في النادي الاهلي، ده اول حاجه. تاني حاجه ان مش عايز حد يزعل ليه؟ لان انا هقول لحضراتكم حالا الاهلي وعودته التاريخيه، دايما انا عايز احط سلوجن كده نمشي عليه او حاجه نقدر نتكلم فيها يا كابتن شريف يا كابتن بلال يا كابتن تامر. الدقيقه 90 لا تعني مباراه ولكن قد تعني دوري كامل، بمعنى ان النادي الاهلي وانا هقول لكم امثله دلوقتي حصلت في الدوريات السابقه في دوري 95 96 مثلا ترتيب في نهاية الأسبوع العشرين قدام حضراتكم في نهاية الأسبوع العشرين نادي الزمالك كان عنده 48 نقطة وكان متصدر الدوري في ذلك الوقت والأهلي 42 نقطة خلاص؟ نتيجة المباريات خلال باقي الأسابيع الأهلي فاز في 9 مباريات وتعادل في مباراة واحدة ولم يهزم، الزمالك فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات وهزم في مباراتين. الترتيب العام في نهاية الدوري الأهلي الأول ب70 نقطة والزمالك الثاني ب66 نقطة، الأهلي بطلا للدوري رقم 25. بالنسبة أيضا للأهلي والعودة التاريخية في الدوري عام موسم 96-97 والزمالك كان في المركز الأول في نهاية الأسبوع الـ16. الزمالك كان في المركز الأول بـ42 نقطة أيضا والأهلي في المركز الثاني بـ31 نقطة. نتيجة المباريات خلال باقي الأسابيع الأهلي فاز في 12 مباراة وتعادل في مباراتين ولم يهزم في أي مباراة. الزمالك 5 فوز تعادل 3 هزيمة في 6 مباريات. الترتيب العام في نهاية الدوري الأهلي 69 نقطة الزمالك 60 نقطة، الأهلي بطلا للدوري رقم 26. أيضا في موسم 2010-2011 الترتيب كان في نهاية الأسبوع الـ14 الزمالك 31 نقطة والأهلي 25 نقطة. الأهلي في بقية الأسابيع فاز في 10 تعادل في 6 ولم يهزم في أي مباراة. نادي الزمالك فاز في 6 مباريات تعادل في 7 مباريات وهزم في 3 مباريات. الترتيب العام في نهاية الدوري الأهلي 61 نقطة ثم الزمالك 56 نقطة، الأهلي بطلا للدوري العام للمرة رقم 36. يعني اللي عايز أوصله لحضراتكم إيه؟ إن إحنا يا جماعة مش عايزين نقلق من الناحية الفنية زي ما تامر قال، الناحية الفنية واضح ان هناك تحسن ملحوظ بوجود بعض اللاعبين الموجودين يا كابتن شريف، بوجود لاعبين جدد يعني هيتم اضافتهم كمان خلال الفترة اللي جاية، والنادي بيسعى جاهدا، مجلس ادارة النادي بيسعى جاهدا لهذا الموضوع خلال الفترة القادمة. ولكن انا بس حبيت اوري لحضراتكم ثلاث امثلة بسيطة جدا جدا في عودة الاهلي مرة اخرى. والمهم يا جماعة في الكلام ده كله ايه؟ جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي لا يفقد، لو خدتوا بالكم ويمكن احنا اتكلمنا يا كابتن شريف في الموضوع ده، لو خدتوا بالكم الدقيقه 90 جمهور الاهلي ابتدى العب يا اهلي العب يا اهلي في الدقيقه 90
حاجه جمهور الاهلي، النادي الاهلي محتاج جمهوره خلال الفتره القادمه، لانها فتره تبدو الاساس بتاعها جيد، ولكن هنكمل عليها ازاي هو ده. لكن خلينا بس قبل ما نتكلم في اي شيء ونرجع للمباراه مره ثانيه ونتكلم عن الاشياء الفنيه اللي حصلت في المباراه، خلينا نروح نشوف الاهلي لا يعرف المستحيل. الاهلي لا يعرف المستحيل، كلمه مش بنقولها، كلمه وريناها لحضراتكم بالشواهد واللي بيحصل خلال الفتره اللي فاتت. هناك بعض الاخطاء، لا احد يستطيع ان ينكر هذا الكلام، اي حد هينكر هذا الكلام هيبقى غلطان. هناك بعض الاخطاء التي يجب ان يتم علاجها خلال الفتره القادمه، وعلاجها سريعا جدا جدا جدا، ولكن جمهور النادي الاهلي هو اهم ما يميز النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي يجب ان يكون دائما خلف فريقه. زي ما قلت لحضراتكم، ده تقرير بسيط جدا جدا عن اللي عمله او الاعجاز اللي اتعمل قبل كده. هل من الممكن ان يحدث هذا الاعجاز مره اخرى يا كابتن شريف؟ بص يا كابتن، سيبك من الماتش ده، احنا ما لعبناش الماتش ده عشان نكسب بصراحه. لعبنا شوط، لعبنا شوط بنقفل، احنا لا هاجمنا الماتش ده ولا دفعنا. نعم، احنا مخترقين من الاجناب، والشكل العددي والتفوق والتحرر بتاع لعيبه بيراميدز، عندهم الامكانيات ان هم يروحوا عليك في ناحيه اليمين ويروحوا من ناحيه الشمال. انت كل اللي بتعمله المجهود اللاعبين بتوعك المضني اللي بيحاولوا يوقفوا نفس الشكل، ان هم بيخشوا عليك تحت الفيرود اللي هو جايبينه لسه شارين، والامكانيات اللي حصلت دي ان هم يوقفوا التفوق العددي اللي بيجي عليك بجميع الامكانيات. بدون ما نتكلم، نقول محمد هاني، ايمن اشرف، علي معلول، كريم نيدفيد، كل واحد عمل ايه بالنسبه لعمرو سوليه، هشام محمد، الخمسه دول او السته دول ايه الشكل اللي كانوا فيه؟ الشكل ده كان شكل تحفظي. يعني انا عجبني ليه تامر مالك، انا النهارده حاسس ان انا عندي نقص عددي، ما عنديش قوام اساسي، وعندي من اللاعبين الجيدين عندي قاعدين على الخط، يا اما انا احط في البدلاء عندي لاعبين بهذه القوه بتاعت وليد سليمان ومروان محسن ومحمد محمود، وابتدي بيهم قدام فرقه زي بيراميدز، يا اما ما يكونوش موجودين اصلا. ليه؟ لان هم اكيد مش جاهزين. فانت النهارده اتحسبوا عليك ان هم قاعدين بره. ليه احنا دايما بنلعب الماتش في اول هاف تايم متلقي؟ انا اللي بقيت كونتر اتاك كباتن، مش انا الاتاك نفسي، بقيت انا بلعب على الكونتر اتاك بس الكور، اللي هو انت حتى مش مدعم نفسك انت مع وليد ازارو، اللي هو بيهدر فرص غريبه جدا، لو جنبه اي فيرو التاني يقدر يوفر له الروح اللي هو يقدر يشوف فيها كويس، ان ما يروحش يمين كتير وبص ليه راح ناحيه اليمين وبعدين نزل لتحت وبعدين لازم يبقى فيه مهام للاعبين بتوعنا وتسهيل المهمه عليهم لملاقات الخصم، للدخول جوه خط ال 18، كل ده على اللجنه الفنيه الحقيقه اللي بتبقى موجوده، انها تاخد احسن العناصر اللي توفر له المطلوب من المباراه. مش ماتش، احنا لسه في الراوند الاولاني. حضرتك قلت احصائيه، ده احنا لسه بدري قوي. نادي الزمالك ده يمكن يتغلب بكره من الاتحاد، ما حدش يعرف، وبيراميدز يتغلب الماتش اللي جاي. الانديه المنافسه يعني. الانديه المنافسه كلها طمعانه اللي بيبقى له وجود في منتصف الدوري، واللي عايز يبقى في مربع ذهبي، واللي عايز يبقى في شكل، ودايما البطل هو اللي بيتهاجم دايما. وقلت لك انا عمرنا ما مرينا في حياتنا واحنا لعيبه كوره يا تامر واسلام وبلال بالظروف اللي مر بيها النادي الاهلي السنه دي. نعم. ولا في نادي في العالم يستطيع يمر بالظروف اللي مر بيها النادي الاهلي هذا الموسم ويقف على رجله بالعصايه السحريه، ولا باحسن المدربين ولا باي حد خالص. هو لازم العناصر كلها ترجع وتتشابك مع بعض، ولازم الناس اللي احنا نجحنا في يناير ان هم جنب رمضان صبحي الحقيقه ومحمد محمود وباقي اللاعبين اللي هم هيبقوا موجودين، انت بقى بتصلح حته الاثنين ديفندر اللي ورا، محمد شناوي ياخد باله شويه من الحاجات اللي بتحصل، العوده وراجع من اصابه برضو، الثباتات بقى، الحاجات دي كده شغل جامد جدا على الاجهزه الفنيه كلها. احنا مش هنبرر احنا اتغلبنا ليه، لا، احنا كنا بنلعب وقبلنا قبل ما نقعد، احنا بنلعب منافس قوي جدا النهارده، كامل العدد وكامل الصفوف وكامل كل شيء الحقيقه. احنا النهارده تفوقنا عليه في اول شوت بهدف، والكره لو كانت جت بتاعه ازارو كابتن اسلام اللي هو الهدف في الدقيقه 45 الثانيه اللي هو تباطأ فيها وانا ما اعرفش عمل فيها ليه كده، وراح لطشها على طول وجابها جول، وكذا واحده النهارده جات له كان ممكن يترجمها عملها له
رمضان وناصر ماهر وعملوا له الكرة هو والجول. لو كان يعني اتوفق والكرة اللي في العارضة لو كانت توفقت بعد معاه كانت بتغير شكل كتير قوي، بس ما كانش هتغير نفس نفس الشكل اللي احنا فيه او الكلام اللي هيقوله نفس الوجود يعني. في الملعب بعد اللعيبه عن بعض، مفيش تحركات زي ما الكابتن قال، ما حدش بيتحرك لحد، الراجل بيمسك كرة ناحيه الباك رايت او ناحيه اليمين، التحرك بيجي بطيء جدا، الفكر بطيء جدا، نوعيه اللعب نفسه واخد على اسلوب معين. يبقى لازم انا بعمل بالسوبر رن اللي كلمت انا وتامر، انت عايز لعيبه بتجري في الملعب بتاكل الملعب رايح جاي، نعم، اكنهم بيثبتوا اسمائهم من جديد. النادي الاهلي محتاج هذه الفرصه من جديد لناس كتير تقدر تقول احنا في الدوري واحنا اللي هناخد الدوري وهنعوض اي مباراه، مش عايز حد يزعل ما انت قلت، احنا بنعوض وهنعوض ان شاء الله، بس باذن الله بالقوام الاساسي لما يوصل لك، والاجهزه الفنيه تطمع شويه انها توفر على اللاعبين ازاي يوصلوا لمنطقه الجزاء. كابتن بلال، عايز اخد رايك برضو في الكره اللي حضرتك شايفها، هل كان امام حضرتك دي، هل وليد كان ممكن يشوطها مره واحده يوقفها صح؟ بغض النظر عن انها ضربه جزاء، احنا كلام كتير جدا عن التحكيم هنتكلم فيه مع الكابتن احمد عوده، لكن عايز اعرف هل وجهه نظرك انت لو اللي بتلعب في المكان ده هتعمل ايه، وده كان طبعا مكانك. بص خلينا نقول هي كره مفاجاه، يعني هي كره يعني ردت اه بالظبط كده، هي دي حاله من الاثنين، يا اما بشمالي على طول مره واحده اشوطها زي ما جايه بالظبط زي ما هي، بص الكره جات له ازاي، يعني هو يعني هو طبيعي لازم يكون محضر نفسه، يعني هي كره جاري يعني، بس المسافه قريبه شويه مش وراه شويه بلال، او ما انا لسه هقول لك، او ياخدها بشماله على يمينه، يعني يبعد بيها، يعني ياخدها بالشمال كده يحضر، بص ياخدها بقى على يمينه على رجل يمين بحيث ان هو يبعد المدافع اللي جاي، يعني المدافع اوريدي جاي، لو خدها على يمينه وحطه في ظهره هنا يا بنالتي هيجيب جول، ما فيهاش حل تاني، يعني لو خد الكوره على الشمال هو بيوقفها كده ياخدها على يمينه يحط المدافع في ظهره يا بنالتي يا هيسجل انفراد، يا خلاص يا هيسجل هدف. انما يعني انا برضو مش عارف هو هي كرة وقفت تحت رجله وهو كان عايز يوقفها على شماله ويلعبها بشماله، ممكن يكون كان عايز يوقفها على شماله ويلعبها بشماله، لكن ده الطبيعي بتاعها، اخدها لجوه على يميني بحيث ان انا كمان احط الباك في ظهري، يا بنالتي بالظبط، يا بنالتي يا هدف. هو عايز يضحك على الراجل وياخد ضربه جزاء، يعني ده الفكر الوحيد اللي انت تدي له الاكسكيوت تفسير الحركه دي، انه عايز ياخد منها ضربه جزاء، ما كانش في حل تاني. تامر، عايز اروح معاك لفريق بيراميدز، فريق بيراميدز النهارده ادى مباراه الشوط الثاني تحديدا مباراه جيده، غير حسام حسن من طريقه اللعب، شفنا تغيرات كثيره حصلت في المباراه، وكان فريق بيراميدز الحقيقه ادى الشوط الثاني بشكل جيد. عشان برضو ندي لكل واحد حقه، حسام حسن عمل تعديل مش تغيير، تعديل داخلي، نعم. هو ده اللي قلب الجيم لصالحه تاني شوط. هو بدأ المباراة يا كابتن اسلام بال 4-2-3-1، بس الاثنين كان اللي بدأ بيه المباراة جنب دونجا هو عبد الله السعيد، والمفاجأة ان كانت في ده إيريك تراوري، وكان محمد فاروق طرف يمين وكينو طرف شمال، وإيريك تراوري هو اللعيب رقم 10، نعم. هو بدأ بيه كلعيب رقم 10 لأن إيريك تراوري برجله واسع وخفيف الحركة، وكان حاطط في دماغه انه اول ربع ساعة او تلت ساعة عاوز يضغط على الاهلي من قدام، ودي بانت حتى في الدقيقه الاولى من عمر المباراه. لكن بعدم تنفيذ الضغط وتاخره في الشوط الاول بهدف، خلاص تفوق النادي الاهلي الشوط الاول مظبوط، يعني خلى حسام حسن ما عندوش حاجه يبكي عليها، عمل التعديل اللي انا قلت لك عليه، رجع إيريك تراوري هو اللي بقى جنب دونجا، وطلع عبد الله السعيد في تمركزه الطبيعي اللي هو اللعيب رقم 10، نعم. ودي بانت حتى في حاله الجول الثاني اللي انا كنت بتكلم عليها اسلام قبل المباراه، وقلت لك ان الاهلي لازم يلعب بثلاثه في نص الملعب عشان الكره لما تطلع من الطرف للعمق يكون في رقابه دفاعيه. الجول الثاني بتاع بيراميدز هو اساس الكره كانت هجمه اصلا للنادي الاهلي في الطرف الشمال عند رايت الكورنر، يعني حتى الاخراج لو بدا يجيبها هتلاقي حتى عاوزك تحط عينك على عبد الله السعيد، ولا لعيب من النادي الاهلي مراقب عبد الله السعيد، وهو اول لما الهجمه اتحولت من بقت مرتده للبيراميدز، حتى لما هي معاك بص ده عبد الله السعيد مبدئيا بعد ما لعب الكوره ولا واحد من تيم النادي الاهلي حاطط عينه على عبد الله السعيد، هنا 2 على 2 احمد ايمن محمد حمدي ربط مع كينو 2 على 2، بص ولا واحد مراقب عبد الله بقف، بس هنا ثانيه هرجع وهو جوه قوس ال 18 هو بقى جوه قوس ال 18 ولا واحد في النادي الاهلي مراقب عبد الله السعيد، يعني هنا احمد هنا ايمن اشرف مراقب الراجل جون، وهنا 2 على 2 في الطرف الشمال بتاع بيراميدز اللي هو الطرف اليمين، ولا واحد المهاره الفرديه حسب ولا واحد يا اسلام مراقب عبد الله السعيد ولا واحد. لو بدات تمشي اقرب واحد ليه على بعد 10 خطوات، اللهم ان ايمن اشرف قريب منه، لكن ايمن اشرف ملتزم بالمهاجم الصريح اللي معاه، كل دي مساحه عند عبد الله.
لدرجه ان الكره عليت منه فوق قوي وطلعت ونزلت ولا واحد قادر يقرب منه. ده اللي انا كنت بتكلم عليه، انك لازم تلعب بزياده عدديه في نص الملعب. لكن طبعا القرار في الاول وفي الاخر بص الكادر ده حتى ببينها ان الاستلامه طولت منه لفوق قوي، عليت منه لفوق قوي ومفيش ولا واحد قريب منه من تيم النادي الاهلي. تمام، كله رايح على كينو، على كينو، كله باصص على كينو. دي نقطه كانت يعني بالنسبه لي يا اسلام النقطه اللي رجحت الكفه لتيم بيراميدز تاني شوط، التعديل. ما هو الفرق بين التعديل والتغيير ان انت تغيير بتجيب لعيب من بره وبتنزله، لكن التعديل انت عملت تعديل او تبديل داخلي. تبديل داخل الملعب هو اللي عمل التفوق اللي في الشوط التاني. بس انا خد بالك، انا بشوف الحته دي حته فنيه اكتر تامر. يعني النهارده مثلا انا مش يعني انت عندك الاثنين اللي رجعوا تونس ملعب بتوع النادي الاهلي هشام محمد والسوليه، بس برضو راجعين مش مع مان، يعني هم كمان الاثنين راجعين مش مع مان، ودي برضو مشكله النادي الاهلي. خد بالك مشكله النادي الاهلي في الهجمات المرتده، مشكله النادي الاهلي في الكرات الثابته ان دايما في زياده عدديه لكن مفيش مان، مفيش مراقبه، للاسف ما بنراقبش بشكل كويس جدا. ما هي الفكره بلال ان انت لا ولا قفلت الطرف الشمال ولا قفلت العمق، وجود ثلاثة في نص الملعب كان هيخلي واحد من نص الملعب. بتكلم على الشوط الثاني. انا بتكلم على الحاله. بتكلم على يعني والحاله دي قررت كتير تاني شوط. جميل انتوا الاثنين في تقصير. بص بقى انا كان رايي عليه بلال وانت التامر ان في تقصير، وده هو ده الاجمل ما في الحكايه، هو ده الروشيتات اللي انت بتتكلم فيها. انت ولا قفلت الطرف الشمال اللي هو بتاع بيراميدز. انت بص خد بالك السوليه بيجري مع مين؟ يعني السوليه لوحده، يعني خد بالك، يعني بص عبد الله السعيد استلم، هو مع المفترض مع عمرو السوليه. بص بقى عبد الله بيجري والسوليه بيجري مع الكره نفسها، هو سايب عبد الله السعيد وهو بيجري اتجاه الكوره بس. فاهم؟ وجود ثلاثه هنا، وجود ثلاثه هنا فقط لا غير. فاهم قصدي؟ هشام محمد كمان بعيد جدا، يعني عبد الله بيتحرك ما بين السوليه وهو شايفه كمان، هو شايفه وبرده مكمل. يعني الحته دي المفترض محمد داني معهوش حد، محمد داني اللي بيكمل. يعني ده اسلام انت لعبت في حته المساك، انت اللي بترحل بتخش عشان تقابل، ويدخل الميدفيلدر ياخد مكانك في الحته دي عشان يقابل اللاعب الثاني، والباك ليفت يرحل عشان هي دي. ده الطبيعي، ده الطبيعي بتاع الكوره. بتحصل يا اسلام كتير جدا، حصلت فينا في الترجي في الجون التالي اللي هو اتلعبت من ناحيه اليمين يعني بتاع بالعرض. الراجل نفس القصه زي عبد الله السعيد داخل عاملها بدماغه جوه الجول. يعني لاسارتي عنده شغل كتير قوي. يا كابتن شريف ده طبعا لاسارتي محتاج ان هو يشتغل اكتر على حاجات معينه جوه، واضحه جدا يعني. لازم في حكايه تفويق، احنا لازم نصحح الاخطاء اللي بتجيلنا قبل بنقول الامتيازات اللي عندنا. لازم نصحى كلنا في الحاجات اللي هي ضيعت منها بطولات الحقيقه السنه دي. النهارده باخطاء زي دي اللي انت شايفها، عدم المراقبه، عدم التزام بالمان، عدم التزام باي حاجه، هي اللي بتضيع منك المباريات كلها. بتبقى متفوق هنا على الترجي 3 وبتروح هناك وانت بتلعب و45 دقيقه كابتن ماسك الترجي زي ما انت عايز، لم يفكر اي احد في فكر هجومي ليك انت تخلص جول هناك وتلعب براحتك بقى، وانت تمسك تقسم على الفرقه دي. اصلا انت كنت متلقي، اصلا انت بتعمل رد فعل بقالك فتره يا كابتن سلام. فده هيبقى شغل زي ما انا قلت لك على الجهاز الفني، شغل كتير قوي ان هو يترجم اللعيبه دي جوه اللعيبه، يبقى في كوانات، يبقى في جمل، يبقى في 1 2 3 اللي احنا بنتفرج عليه اوفرلاب. يعني لازم اي حاجات الكتير دي تتعلم بقى وتقف في ظل ايه الوقت القصير اللي احنا فيه ده. تمام يا اسلام، عشان اوصل بس وجهه نظري كامله، انا كلمتك قلت لك في امر واقع بيفرض نفسه عليك، خلاص. انا بسالك سؤال حتى ولكل اللي قاعدين، هل احمد الشيخ عنده النواحي الدفاعيه قويه؟ لا. طيب انت ايه اقوى حاجه عند تيم بيراميدز؟ الاطراف، الطرف الشمال بالتحديد اللي يعني حذرتك منه قبل المباراه. محمد حمدي وكينو. طيب الجولين اصلا، الجول الاول كمان اللي عمله عبد الله على الايمن القريب هو جاي من الطرف الشمال. فاذا انت علشان كده انت عندك وينجر او طرف من الاطراف بتوعك الهجوميين ما عندوش نواحي دفاعيه، يبقى انا لازم امن ظهره بواحد في بزياده عدديه في نص الملعب. لو حضرتك تقصد الثالث اللي انت كنت عايز تضيفه بالظبط كده يا كابتن اسلام. زي مثلا على سبيل المثال، زي مثلا ما يورجن كلوب احيانا بيعمل في ليفربول، بيلاعب واحد فينالدم في ظهر محمد صلاح عشان يدي تعليمات لمحمد صلاح انه ما يرجعش. صح. يبقى انت بتامن الطرف اليمين بترنت، اليكس ترنت الباك رايت، وفينالدم بيروح يربط معاه عشان يحد الهجمه المرتده اللي تحصل في ظهر محمد صلاح. انت عندك الشيخ ما بيقومش بواجبات دفاعيه قويه، يبقى لازم تلعب له واحد في نص الملعب بيميل ناحيه اليمين يقفل له الحته دي. دي كانت من النقط الغريب الخطيره جدا. انت كنت عايز تستعمل يعني تخليه يلعب بثلاثه في وسط الملعب عشان النقطه دي تحديدا.
اولا عشان حاجات كتيره، وحتى كلمتك الجول الثاني كوبي بيست من اللي انا قلت لك عليه، ان الكره لما تطلع من الطرف وتدخل في العمق هيبقى في مساحات كبيره. عشان كده بقول لك انت كنت هتضرب اكتر من عصفور بحجر واحد بلعبان بثلاثه. اولا انت بتعالج الاخطاء الدفاعيه اللي عندك، اللي عند قلبي الدفاع النهارده. صحيح ما اخطاوش اخطاء كبيره، ما تقدرش تلومهم النهارده في في الهدفين. مظبوط، ما تقدرش تلومهم في الهدفين. باكين حطيتهم في الوسط، باكين على الاطراف مش ناحيه الشمال بتاعتهم بس، ورجب بكار ومحمد فاروق الناحيه الثانيه. انت بس ما اشتغلتش يا كابتن شريف بنفس الخطوره انت بس انت او الاستراتيجيه اللي انت بتتكلم عنها. انا بقفل اليمين وبقفل الشمال وهلعب بقى على الامكانيات اللي موجوده عندي بسرعات ازارو ان انا اترجم اهداف. حاجه كمان يا كابتن شريف، انت بتلعب واحد فنيا واقوى لعيب في الدوري المصري، لازم تعترف اللي هو كينو. واحد ضد واحد بيفوت، ودي بانت في الجول بتاع اللي عمله، الجول الثاني اللي هو اللي عمله لعبد الله السعيد. طيب انا علشان احد من خطوره الراجل ده، حاجه من الاثنين، يا اما ما يستلمش من الاساس من البدايه، ما يستلمش عشان خطورته ومهارته ما تبانش وده ما حصلش، يا اما العب في الحته دي بزياده عدديه واحد بحيث انه لما بيرقص واحد يلاقي الثاني. بالظبط يا كابتن. الغريب بقى انه بيستلم طول المباراه. الغريب انه متاخر وبيستلم طول المباراه. لان الحاجات دي كابتن بالك، بص انا عايز اقول لك على حاجه، انا يعني ممكن اتفق معاك في الحته دي لكن برضو اختلف في حته تانية. يعني انت النهارده بتلعب، انت عارف ان امكانيات بيراميدز عباره عن مثلا لما كينو بيفوق هو اللي بيعمل كل الشغل ده، لكن انت برضو خد بالك انت بتلعب بفرقه، بص يا كابتن انت بتلعب بفرقه برضو، انت النادي الاهلي بتلعب باربعه في خط الدفاع، يعني بتلعب بستوبر وبتلعب واحد تاني مفترض ان هو بيعمل عمليه التغطيه في الحته دي. فانت وقت ما كينو بيعدي مثلا او بيستلم الكوره بيعدي من كريم نيدفيد، المفترض ان عمليه الترحيل، ودي اللي اتعلمناها من المدربين بتوعنا، ان محمد هاني هو اللي بيعمل عمليه الترحيل ويجي للستوبر الثاني والباك ليفت بيقوم عمليه هوب، هو بيبقى الليبرو في الحاله دي. يعني قصدي مش هتبقى محتاج لعيبه كتيره في نص ملعب، لان انت كده بتفقد. انت النهارده ايه اللي خلاك، ايه اللي خلى بيراميدز افضل منك؟ لان انت افتقدت شخصيه النادي الاهلي. شخصيه النادي الاهلي بتستحوذ، تمتلك نص ملعب، ليك شكل هجومي قوي، بتضغط دايما على الفرقه بتاعتك، هي دي شخصيه النادي الاهلي. قد تكون الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، لا بس فضل. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده حصل قبل كده في مع المدير الفني باتيس كارتيرون كالديرون، ان هو غير طريقه لعبه، اللي هو طريقه لعبه بالظبط، هو غير طريقه لعبه بالظبط. ما انا عشان كده فعبل ما ترجع من طريقه اللعب دي لطريقه اللعب بالظبط. انا معاك في دي، انا لسه هقول لك طويله والكور اللي لسه هقول لك لازم طريقه النادي الاهلي ان انت بتلعب الكوره على الارض كتير. بلال بيقول لك صح، هو الخطوه ان انت ما عندكش الباص النهارده ولا الامكانيات. ايه اللي مفوق، ايه اللي مخلي بيراميدز افوق منك؟ بيمسك كره عبد الله سعيد في نص ملعب، بيلاقي اثنين ثلاثه بيتحركوا، بيلاقي كينو بيتحرك، الفيرود بينزل يتحرك، كلهم بيتحركوا مع بعض في نص ملعب. انما انت النهارده كنادي اهلي بتمسك كره في نص ملعب ما بتلاقيش حد، انت عندك بتضطر يعني تلعب الطويله. بص انت شوف الكره، الفرصه اللي ضيعها وليد ازارو من اللي اتلعبت بمجهود فردي من ناصر ماهر. ناصر ماهر وليد ازارو بس في الهجمه المرتده. الطبيعي انت كنادي اهلي بتلعب وبتهاجم انك يبقى عندك 3 4 في الحته دي. لو الكره حتى وليد ازارو كان ممكن مثلا لو في بص هي دي الهجمه، بص مين قدام؟ عبد الله رمضان صبحي وقف، انت بتتكلم 2 على 4. احمد الشيخ فين يعني هنا كمان؟ مش لسه جاي برضه بعيد. ما دي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها، ان انت التواجد بتاعك في نص الملعب الهجومي مش موجود، الخطوط مش قريبه من بعضها. عشان كده احنا بنقول الاهلي محتاج يعني يشتغل فنيا بشكل كبير جدا، محتاج الخطوط تبقى قريبه من بعضها. النهارده النادي الاهلي المساحات مفتوحه، المساحات كبيره جدا، بتلاعب فرقه بتهاجمك مش بتدافع، مش عاملين التكتل الدفاعي، ولكن انت برضه محتاج انك تبقى دايما خطوطك قريبه من بعضها، تبقى دايما بتلعب في 45 متر، دايما مثلا وليد ازارو يبقى تحتيه الاثنين موجودين تحتيه. النهارده برضه مشكله في النادي الاهلي في الحاله الهجوميه، احمد الشيخ على طرف الملعب، واخد الناحيه الثانيه، رمضان صبحي واخد طرف الملعب، والحته دي كلها فاضيه، الخطوط مش قريبه من بعضها، اللعيبه مش قريبه. ده كان وجهه نظر، شفت ناصر ماهر عمل ايه دلوقتي؟ وجهه نظر خد الكوره وراح على 18 وبقى هو اللي عامل السبورت مع ازارو، هو اللي بيعمل شغل، وبعدين ده بيتغير، ده بدل ما يبقى جنب وليد سليمان ولاعيب زي ده كويس، هو اللي عامل الحاله. لا لا هنتكلم على التغييرات في البريس على الديفندر بتاع البيراميد لما بتضغط عليه بيفقد السيطره او بيفقد التفكير، انما طول ما انت بيبقى عندك الباص مقطوع عندك، ما هو ده اللي بيخلي لك كونتر اتاك بالسرعات اللي عنده، وهو عنده لعيبه كويسه مش ما عندوش. احنا يعني بنتكلم على الفرق كمان اللي انت هتقابلها الجايه، لازم يبقى عندك الفكر والوعي ان انت عايز تاخد الثلاث نقاط، مش انك انت تبقى مقفل صح بتلعب 4-2 ومفيش فرود واحد. الكلام اللي قاله بلال ده خطير جدا. الحلول الهجوميه لازم تسهلها للعيبه على بعض. انت النهارده يعني الشوط الاول سجلت هدف لكن ما قطعتش حاجه، خلينا نتفق هي الكره بتاعت سجلت هدف بالظبط، هي بتاعت ناصر اللي فيها كلام. لكن الحلول يا اسلام مش موجوده النهارده، يعني حلولك انت النهارده لازم تشتغل على النواحي الهجوميه بشكل كبير، عشان وارد جدا انت كنادي اهلي
ماتشات غير البيراميدز مثلا الجيم هيكون مقفول بشكل اكبر من كده، هيبقى في ضغط عليك، هيبقى في تقفيل دفاعي. فانت النهارده كل اللي هتشتغل عليه انك ازاي تخترق الدفاعات، ازاي يبقى عندك حلول هجوميه، ازاي ان اللعيبه هشام محمد والسوليه يبقوا دايما قريبين او واحد فيهم قريب من الخط الهجومي، لان انت مش هتقدر تشتغل بثلاثه بس، اثنين فاتحين وواحد في قلب الملعب. النهارده كنا بنشوف شخصيه الاهلي، عودة شخصية الأهلي، وده الكلام اللي وده الكلام اللي كان بيقوله تامر قبل المباراة، إن شخصية الأهلي هي اللي هتفرق كتير جدا مع الموضوع. تامر عايز أسألك برضو في لاسارتي. النهاردة ناس كتيرة جدا هتقول لك وجود المدير الفني لأول مرة، وبعض يعني الكلام اللي مكتوب بيتقال إن يعني بيحملوا المدير الفني الحقيقة. ولكن أنا حتى أنا قلت قبل المباراة، قلت كسبنا أو تعادلنا أو خسرنا لن نستطيع تحميل النتيجة للمدير الفني مارتن لازارتي. خلي تامر يرد عليك في دي، وانا ليا تعقيب. في البداية طبعا هو مسؤول، اكيد مسؤول. لا مسؤول طبعا لانه مش هو المدير. مين المدير الفني للنادي الاهلي؟ هو صح؟ خلاص، يبقى هو زي ما كنت هتحمله او هتشيد بيه لو كان النادي الاهلي طلع كسبان المباراه، هو برضو اللي لازم تساله لما النادي الاهلي يخرج خسران من المباراه. انا كنت هشيد بيه، بس ما كنتش هقدر ان انا اقيمه، او الناس مش هتقدر تقيمه. خلي بالك، لا ما هو التقييم دي حاجه تانية خالص. دي حاجه تانية خالص. احنا دايما لما بنيجي نتكلم وكلنا شفنا هذا المواضيع دي، شفناها كتير جدا، ان المدير الفني اول مباراه ليه بتبقى مختلفه تماما عن تاني مباراه، عن تالت مباراه، عن رابع مباراه. كل مباراه بياخد خبره زياده، بياخد عايز اقول لك على حاجه يا كابتن اسلام. كابتن احمد بلال واحنا بنتفرج بين الشوطين، يعني رغم ان هو ما كانش موافق قوي على حته الثلاثه اللي في نص الملعب، اتفقنا ان بين الشوطين الراجل لازم بقى يلعب. صح. لازم يغير بقى. صح. ويلعب بثلاثه في نص الملعب. معملش كده بعد كتير قوي. اولا انت ماسك النتيجه في ايدك. زبط. يعني انت اللي متقدم. زبط. نعم. هتلاعب فرقه هتبدا تندفع اكتر واكتر بحثا عن هدف التعادل. هيبدا في مساحات في ظهرهم يبدا تتخلق. تبدا تلعب بزياده عدديه في نص الملعب بثلاثه، وتبدا تعتمد انت اللي على الهجمات المرتده اللي كابتن شريف بيتكلم بيقول ان النادي الاهلي اتحول ليها بقى لنا فتره بنلعب على الهجمات المرتده. فكان لازم مع بدايه الشوط الثاني تلعب بالثلاثه اللي احنا كنا اللي انا اتكلمت عليها من البدايه، وكنت افضلها من البدايه. النقطه الثانيه ان انت زي ما قلت لك لا نجحت في دي ولا نجحت في دي، يعني ولا منك نجحت. الحاله دي انت كنت طالبها يا تامر وانت بتتكلم برضو عشان الحاله دي. لا كنت هرجع لها. انا كنت بس عاوز اقارن يا اسلام، ان يا ريت اشرح بس وجهه نظري من البدايه. في لما وليد ازارو بيخرج بره التمركز الطبيعي بتاع المهاجم ما بيبقاش ليه اي خطوره. ده يمكن يكون مبرر الوحيد عندي، احساس ان في تعليمات من لاسارتي ان اول لما لما محمد حمدي ينطلق لازم تتحرك في ظهره. بص هنا لما بيتحرك، على فكره دي بالمناسبه هي في دقيقه واحده وليد ازارو عمل الاثنين. واحده ما لكلوش اي خطوره، والثانيه جاب منها جول. دي اول حاله انا اخترتها يا كابتن شريف. لو معاه مروان محسن من بدري، انا دي اخترتها بس يا كابتن شريف عشان اوصل فيها وجهه نظري. هنا هو طلع بره التمركز الطبيعي بتاع المهاجم وبدا يتطرف يخرج بره المنطقه. دي الحاله بتاعت الجول. الحاله الثانيه في دقيقه واحده يا اسلام. طيب. في دقيقه واحده بص فين ورايح فين، فين في ظهر محمد حمدي. لا هناك وليد ازار وشه للاوت. خلاص دي حاله الجول على فكره. نعم. رغم ان الجول جاي في الطرف الشمال، بس الحاله دي اول لما هتنتهي وهتروح لايد الشناوي حارس البيراميدز هتتلعب ايده ورجل بلغه الكوره زي ما بنقول اهي، هي نفس الدقيقه اللي الاهلي جاب منها جول، هتتلعب ايده ورجل هتيجي اوت. نعم. للطرف الشمال بتاع النادي الاهلي. الاهلي بص كمل كل ده عادي. وليد ازارو خلي بالك اتطرف راح عند رايت الكورنر اللي هناك. ملوش اي خطوره. تولت من محمد فاروق، اتلعبت رميه تماس، ده الجول بتاع النادي الاهلي. في ربط ما بين رمضان استنى لما جاله معلول، بص بقى التمركز، اقف بقى هنا، بص التمركز الطبيعي بتاع المهاجم عند نقطه ورا نقطه البينالتي بخطوتين ثلاثه. هو ده التمركز الطبيعي بتاع مهاجم النادي الاهلي. برافو عليك. طبعا هنا بقى جاله معلول مع رمضان، كل ده ومش عاوز يخرج بره التمركز. وفي كمان نقطه اللي اتكلم عليها كابتن شريف، هنا الشيخ تحركه كويس. صح. رغم انه سبق شويه. لا دلوقتي بس اقف هنا. لا لا. في ثلاثة اهو في وسط ال 18. بص في البدايه اتحرك كويس. بص. لكنه اندفع وسبق المهاجم. صح. في البدايه قرب شويه من، يعني لو رجع لو رجعت لورا هتلاقي ان الشيخ في الصوره دي اقرب شويه من الهجمه اللي الكابتن شريف اتكلم عليها. فين الشيخ؟ هنا الشيخ اهو بدا يقرب. بص هيبدا يبان في الكادر كمهاجم تاني داخل منطقه ال 18. كمل هنا تمركز الشيخ جداً. كويس. الكره وقفت كتير هنا جداً. تمركز الشيخ مقبول لحد هنا. اول لما هيبدا يجي، لا هنا بقى ما بقاش مقبول، سبق المهاجم
ان الكره لو فاتت من ازارو ما بقاش في واحد يكمل، في حد تاني يكمل. لكن هنا ازارو متمركز التمركز الصح بتاع المهاجم، ما طلعش بره الفريم زي ما بنقول عند نقطه البينالتي، وطالع وراكب عبد الله السعيد وحاططها براسه. ليه هذا الشكل لم يكرر ليه هذا الشكل لم يكرر نفسه؟ اذا قبل ما ادي كلمه لكابتن بلال، فاذا لما ازارو بيتطرف بيروح في الطرف اليمين ملوش اي خطوره، لما بيطلع بره التمركز بتاع الفرويد ملوش اي خطوره، لما بيتمركز في الحته بتاعته سجل على طول في دقيقه واحده. خد بالك ما دي برده مشكله، عشان انت كمان هو يعني انت في وقت من الاوقات يعني بيبقى مطلوب من طالما بتلعب 4 2 3 1 يبقى لازم اثنين طرفين الملعب يبقوا رصاصات حربه، يعني يكملوا يلعبوا رصاصات حربه. ما هو ده اللي كان الكابتن شريف اللي كان بيتكلم فيه، لانه وارد جدا خد بالك وارد جدا برده يعني خلي بالك يا بلال معلش قبل ما تكمل ان الكره الوحيده اللي كان فيها 3 في ال 18 او من الكرات القليله اللي كان فيها 3 في ال 18 جبت جول سجل هدف. ما انا بقول لك يعني ده تكمله لكلام تامر، يعني النهارده لما بتلعب فرويد في اوقات كتيره لازم هتتطرف هتلعب على طرف الملعب، لازم الكره هتجبرك يعني موقف اللاعب هيجبرك. الاثنين التانيين الواحد اللي بيلعب من قلب رقم 10 واللعيب الثاني اللي بيلعب على طرف الملعب لازم يتحولوا الاثنين رصاصات حربه على طول اوتوماتيك، يعني فاهم ده شيء لابد منه. انما في الكره اللي فاتت عايز بس اقول لك على حاجه، برغم ان وليد ازارو تحركه مش يعني مش صح، يعني هو ما اتحركش اساسا هو رغم ان يعني سجل هدف، لكن الطبيعي ان هو واحد على القريبه واحد على البعيده. خد بالك يعني انت برضو احمد الشيخ وقف بالظبط، ووليد ازارو برضو وقف في مكانه جماعيه مش هنا، هي بس اللي خلاها تيجي جول او اللي سهلها الكروس الرائع بتاع علي لوكينج اللي هو عمله. خد بالك يا تامر انت ايه برضو محدش راح على الضيق، الزاويه القريبه فاضيه ما فيهاش حد خالص. انا عايز اكلمكم في حاجه على لاسارتي، يعني لاسارتي الماتش اللي فات كان قاعد في المدرجات بيتفرج، شاف تقدم النادي الاهلي وشاف الفراغات اللي موجوده في ملعب الداخليه وملعب النادي الاهلي، وترجم التعادل الداخليه وتفوق الداخليه 2-1 زي الماتش ده بالظبط. وقاعد هو مش طايق نفسه وبيتكلم وبيعمل وبيسوي بيقول، يعني شاف بروفا طبيعيه جدا للي حصل النهارده النهارده كويس، وعارف ايه التقصير، وشاف تغيير فرويد بفرويد تاني بقوا الاثنين اهو ده في الماتش اللي فات، وقاعد بيتفرج على التغيير اللي حصل الهجومي اللي هو اتعوض فيه الهدف في اخر دقيقه وجبنا التعادل، وشايف كل الثغرات اللي كانت موجوده من لاعبين من تحركات من كل حاجه. فانت سؤالك النهارده بتقول لي لاسارتي هو قاعد اهو بيحكي وبيتكلم مع شيء عنده فكر ان شكل النادي الاهلي دلوقتي حاليا هو ده، البلاس بتاعه اللي حصل فيه ايه؟ رمضان صبحي، علي معلوم من بدايه المباراه أصر على أحمد الشيخ وجوده في مكانه تمام، أصر على اللعب بعمرو السولية وهشام محمد بس هو ما كانش لم يكن هناك بدائل. أنا عايز أعرف كابتن شريف، أنا في لعيبة مجبر عليها كابتن شريف، قصدي في لعيبة مجبر. هو حضرتك بتقول دلوقتي أصر على كذا، هل مين اللي ممكن يلعب مكان هشام محمد وعمرو السولية؟ ما في عمرو السولية بس لوحده، في هشام محمد يعني تقصد تغير طريقة اللعب في يعني انت بتسألني على لاسارتي، انا كان نفسي اتفرج على لاسارتي النهارده بالشكل اللي كان قاعد فيه في المدرجات الحقيقة، ومش مبسوط من اللي بيحصل من اللاعبين وتحركات اللاعبين. انا الرد الثاني بقى والاقوى، محمود وحيد كويس، وليد سليمان، مروان محسن، محمد محمود، دول اربع لعيبة لازم نتفق عليهم ان هم طفرة، ان هم تجديد. انا النهارده كان ليا شكل لازم ابتدي اشوف الناس دي اللي انا جايبها وعجباني اصلا من تفوقات داخل الدوري العام، واللعيبه دي كلها لعيبه كبيره جدا. اذا لما وليد سليمان هتلاقي له السبورت جنبه والتدعيم من لعيبه زي مروان ووليد ازارو، وليد ومروان ووليد ازارو ورمضان صبحي ومحمد محمود، دول مش قوه ضربه زي بيراميدز من لعبتك يا كابتن اسلام ولا كابتن بلال كابتن تامر، ولا انا غلط صح؟ التحضير بتاع اللعيبه دي هم لسه نوت ان فورم، ده محمد محمود ده جاي لك مكسر الدنيا في الدنيا الثانيه. من هو صاحب الفكر في تعطيل ان الفكر ده يبقى موجود في القوام الاساسي عندي؟ من هو المسؤول؟ لا هي دي وجهات نظر يا كابتن، بس خلينا نتكلم. هل هو كابتن شريف لم يتعرف على ما انا هحلها لك، هو ما لحقش، هل لم يتعرف على هؤلاء اللاعبين قبل كده او ما شافهمش معاه في الماتش او ما شافهمش معاه في حاجه؟ انما اكيد اتفرج على بقيه اللعيبه واتفرج على الدوري، ومحمد محمود ده جاي المفروض عارفه، وده ولد صغير زي ما احنا قلنا اللي بيجروا كتير في الملعب، احنا مكسب كمان تبقى لعيب كويس وبتجري كويس، انت محتاج الناس دي. الفورم بقى عشان نخلص من الروشتات اللي احنا بنقولها انا وبلال وتامر وحضرتك، ان الفورمه اللي هي معطلاني لازم اتخلى عنها بقى الحقيقه. انا عندي فورم هنا لازم تتغير كلها، يعني هننسى الماتش ده لان تحضير
فرقه حسام حسن بفرقته شايفاك اكتر ما انت شايفهم بالنسبه للمدرب. تمام. كابتن بلال عايز اسالك بالنسبه للنواحي النفسيه ما قبل المباراه، هل قدر نادي بيراميدز ان هو يشتغل على النواحي النفسيه ضد لعيبه النادي الاهلي قبل المباراه، وقد ده قد يعني او ساهم في ان النادي الاهلي يخسر النهارده؟ لا، ساهم ان بيراميدز يكسب مش الاهلي يخسر. يعني عايز اقول ان هو بيشتغل مع مدرب كبير حسام حسن، انت عارف من المعهود على حسام حسن الحاله التحفيزيه عند اللعيبه انه بيحفز اللعيبه بشكل كويس. وانا بس عايز اسال الكابتن حسام هو غير اصله التيشيرت تقريبا بين الشوطين. أيوة. وقلع القميص بس قلع القميص اللي طبي فيها قميص. طيب الجو كان حر يمكن. هو بيشتغل نفسي على اللعيبه بشكل كويس قوي، بيحضرهم نفسيا، عارف طبعا ان هو بيلعب برده النادي الاهلي امكانيات كبيره جدا. واضح ان اللعيبه داخل الملعب، انت شفت اللعيبه كمان داخل الملعب لعيبه بيراميدز، واضح التركيز من بدايه المباراه لنهايه المباراه. مفيش لعيب خارج عن التركيز طول 90 دقيقه. هو كمان يعني حسام حسن يمكن النهارده من المباريات القليله يا كابتن اللي ما بنشوفوش بينفعل بيها بشكل ايه واضح، يعني ما بيزعقش ما بيتخانقش عشان ده ما يوصلش للعيبه كمان داخل الملعب. يعني انت وانت مدير فني قاعد بره كل تعبيراتك بتتنقل للعيبه. انا النهارده مدير فني قاعد بتخانق وبزعق وبتاع، بنقل الكلام ده للعيبه بوترهم شويه. النهارده مش عايز يوتر اللعيبه. اشمعنى اللعيبه اللي جم لحسام حسن النهارده لعبوا على طول؟ هو كان عبد الله السعيد ده جه على طول على الملعب. راجل جون ده سيفين جه على الملعب. عنده النهارده عنده اثنين لعيبه. انت عندك فورمه فيها اجهاد، فيها عدم توصيل لتسهيل المهمه على بعض اللاعبين. بس بص يا كابتن، انت نادر يعني انت تستغل اللعيبه اللي جات لك. هو استغل كل عدم. انا وحسام حسن سوريا بلانا بقى. بس انا هقول لك حسام حسن حاجة. مش من فكره عبد الله السعيد وده هو فكره فاروق وناصر وقفشه، ده فكر حسام حسن واحنا عارفين. بس انا هقول لك دول اللي بينفذوا له الكره اللي هو عايزها، انما القوه الضربه اللي جات له النهارده عشان كده هتلاقيه لا متنرفز ولا متعصب. ولاعيبه ايه؟ تراوري وجون وكم لعيب النهارده عنده، عبد الله السعيد ونبيل دونجا النهارده. شوف الراحه بتاع دونجا النهارده بيلعب مع فرقه زي دي. وانت بصراحه مديله الاحساس ان هو في اي وقت يقدر يروح يجيب جول، في اي وقت يقدر يوصل لك، فما عندوش العصبيه. اتفضل. بس خد بالك في فرق، انا بس عايز اقول لحضرتك في فرق ما بين حسام حسن وما بين نصرت. حسام حسن في الدوري العام فشايف كل اللعيبه. أيوة مظبوط. قادر يقراهم، عارف ان تراوري لعيب جامد جدا وامكانياته، عارف امكانياته كويس قوي، عارف كل اللي عارف عبد الله السعيد وامكانياته. برده لاسارتي لسه ما عرفش امكانيات اللعيبه، دي برده مشكله بالنسبه له. انا برده جاي من حته مختلفه. شفت النادي الاهلي في ماتش اول اللي انا عايز اقوله برده قبلها ان ما فيش حد استحق. بتكلم بس على الماتش بتاع عبد الحليم. فهو ما يعرفش اللعيبه، ما يقدرش يحكم عليهم. يعني ما يعني مش عارف محمد محمود ده امكانياته ايه، هو مش عارف محمود وحيد ده امكانياته ايه، هو ما يعرفش امكانيات اللعيبه اللي جات للنادي الاهلي، لان هو ما شافهمش وهم بيلعبوا في الفرق بتاعتهم. هل هم جاهزين بدنيا؟ هل هم جاهزين فنيا؟ برده مش عايز يغير كتير في التشكيله يا كابتن. يعني انت عندك برده تشكيل مش عايز تغير فيه. يعني دي برده في دور مهم جدا للمدرب المساعد، لدور كابتن محمد يوسف دور مهم جدا، واكيد كان له دور النهارده مهم في التشكيل. يعني لكن انا بس اديله يعني فكره كبيره جدا أكيد عن المستقدمين دول اللي هم الصفوه. بصراحه انت بتجيب لعيبه وجايه لك لعيبه ثانيه وهرجع لك ناس من الاصابات. أكيد أكيد. لازم يبقى فيه ذن، لازم يبقى فيه طمع. بس النادي الاهلي برضه نرجع نقول ان هو عنده نواقص كتير. يعني الاهلي برضه مش مكتمل العناصر برضه يا اسلام. الاهلي عنده طبعًا عناصر كتيره جدا طبعًا ما دخلتش النهارده طبعًا. مش موجود. عنده عناصر مصابه. يعني تخيل انت لو احمد فتحي بيلعب من اول المباراه، تخيل انت لو سليف كوليبالي وسعد صلاح محسن موجود، سعد يعني سمير موجود، سعد سمير موجود، صلاح محسن موجود، كان هيبقى عنده في ايده البدائل ان هو يقدر يغير. لعيب عندك النهارده ايمن عاشور المجموعه اللي كانت موجوده، حسام عاشور موجود. غياب حسام عاشور اعتقد ان هو كان مؤثر. احنا بقى لنا 100 سنه بنقول الكلام ده، لكن يعني الحقيقه ان حسام عاشور مؤثر وبشكل سلبي، او عدم وجوده مؤثر بشكل سلبي. وبالتالي انت عندك برضو 6-7 لاعبين. يعني مثلا احمد فتحي لو كان بيلعب النهارده انت ما كنتش هتحط في دماغك موضوع كيلو حتى واحد على واحد جدا. طبعا كيلو هيبقى صعب دماغك اللي بيحصل ده كله. صح صح، كنت هتشيل الموضوع من دماغك. صح شويه. صح. حسام عاشور لو كان موجود في ظل وجود هشام محمد وعمرو السولية اعتقد الامور كانت هتبقى افضل كتير. علي معلول لو كان بقاله 4-5 ماتشات بيلعب، على الرغم ان هو كان واحد من افضل اللاعبين النهارده في المباراه بالكامل، لكن كان هيبقى احسن من كده بكتير. لو عندك الاثنين الاستوبرين بتوعك او الاثنين السردباكين بتوعك موجودين كانت هتبقى الامور مختلفه عن كده. لو عندك محمد الشناوي بقاله فتره 5-6 ماتشات بيلعب كانت هتبقى الامور احسن من كده. يعني هناك برضو احنا لا نبرر الهزيمه بالمناسبه، ولكن لحد دلوقتي انت احنا عوض جاي. انت مش قادر تعمل لغه علي معلول مع جاي
خدت بالك؟ وكان عبد الله سعيد في وقت من الاوقات عاملين ثلاثي هم كلهم مع بعض. انت تقدر تعوض عبد الله سعيد في فرقتك، عندك صالح جمعه جاي، عندك ناصر محمد ناصر ماهر ماهر في الحقيقه بيجي يوم عن يوم وبيزود بيعمل زياده عدديه لغايه لما بيوصل ل 18 زي ما احنا عايشين. انت عندك تعويض البلاي ميكر، عندك وليد سليمان صح. لما بيتحرك يمين وشمال. المهم لما اللعيبه دي بتبقى موجوده لازم يبقى اللعيبه الثانيه موجوده صح. انما طيب. انت ما تحملش عمرو السوليه وهشام محمد مسؤوليه ولا تقدر تحمل انا وجهه مسؤوليه انه يشيلوا فرقه صح. هجوم ولا تقدر تحمل المدير الفني النهارده ومناسبه ما اقدرش احمله انا آه. انا بس كنت عايز اشوف حته ان هو لازم يبقى بيبحث عن تغيير هذا الشكل ده اللي هيبان. طب خلينا نعرف هو قال النهارده في المؤتمر الصحفي من خلال مراسلنا كريم احمد. اتفضل يا كريم. مرحبا بيك يا كابتن اسلام وكل طبعا مشاهدي ونجوم الاستوديو التحليلي. اكيد حاله حزن كبيره جدا طوال جمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، ايضا كمان مستمر الاستاذ كان باين عليه حاله الحزن قبل ما دخول المؤتمر الصحفي. ابرز الحديث النهارده في المؤتمر الراجل قال كان بدانا الشوط الاولاني بشكل مميز 12 دقيقه من الشوط الثاني اخطاء كبيره جدا وقع فيها للنادي الاهلي، تلقينا هدف في الثاني قال اخطاء كثيره جدا، حاولنا ان احنا نستدرج الاخطاء، حاولنا ان احنا ندي تعليمات، لكن واضح ان في اخطاء جماعيه، واضح ان في اخطاء فرديه لابد ان احنا نشتغل عليها، لابد ان كويس يعني قال نفس الكلام اللي كان بيقوله الاستوديو التحليلي هنا، يعني عشان الناس بس تبقى في غربه يعني. ان ما يبقاش في يعني احنا نفس الكلام اللي احنا بنقوله هنا والجمله اللي موجودين بيقولوا هنا وبيقولوا ان يجب ان احنا نعترف ان هناك اخطاء ونعترف ان هناك كذا وكذا 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 وغيابات كثيره جدا جدا جدا. لما الغيابات دي هتخش هتبقى الامور مختلفه. بالظبط يا كابتن سام، اكيد تاكيدا على كلامك وعلى كلام كابتننا في الاستوديو التحليلي، فعلا في اخطاء جماعيه واخطاء فرديه. الراجل قال ما قدمناش حل غير ان احنا نشتغل، ما قدمناش اي امر ثاني غير ان احنا نشتغل على كل الاخطاء دي الفتره اللي جايه. كمان يمكن بعض الصحفيين اللي كانوا متواجدين سالوه قالوا هل انت خلاص اكتفيت بعدد اللاعبين اللي متواجدين دلوقتي في القائمه ولا محتاج حد في خط الدفاع او محتاج لعيب بشكل عام؟ قال انا بالفعل يمكن محتاج حد في خط الدفاع. كمان اتكلم على ان بشكل عام قال النهارده لعيبه النادي الاهلي بتلعب 90 دقيقه كالعاده، عندها روح قتاليه كالعاده. قال النهارده ما كنا بنامل ان احنا لعيبه النادي الاهلي حتى نهايه المباراه يقدم من اول دقيقه لاخر دقيقه. قال لكن الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها يمكن ضيعت مننا الماتش، ويمكن احكي اكثر من مره وكلامه اكثر من مره كابتن اسلام على الشغل، لابد يكون في شغل. خلاص المباراه انتهت، واكيد قال بعد المباراه كل واحد بيبقى ليه رؤيه وكل واحد بيحدد على حسب رؤيته، بيقول ليه مثلا ده ما نزلش، ليه ده ما لعبش الفريق دي، لكن جوه الجيم الامر مختلف شويه. بتاع كمان سؤال مهم جدا قال هل مستر مارتن ما قدرش ان هو يجد التوليفه المميزه قله الوقت، ويمكن الراجل ماسك بقاله فتره قليله جدا، قال في التدريبات ما بانتش الاخطاء الكبيره دي، بانت في الماتش. اكد بالفعل ان التدريبات كان في بعض الاخطاء، لكن النهايه والمقياس هو المباريات، وبالفعل النهارده اخطاء عديده جدا وقت لعيبه النادي الاهلي جماعيه وفرديه واكد عليها. كريم هل كان هناك اي كلام عن التحكيم؟ لا يمكن ما تطرقش لهذا الامر خالص يا كابتن اسلام، وحتى الصحفيين يبقى في تعليقات من المراقب الثلاث اسئله لكل الصحفيين، ما يبقاش في كلام عن التحكيم، ما حدش تطرق لهذا الامر. الراجل اتكلم بشكل عام في الجيم، اتكلم في الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها الفتره اللي جايه لابد نشتغل فيها، عندنا ماتش بكره كمان ودي بالنسبه لفريق النادي الاهلي، الراجل عايز كمان يشوف المجموعه النهارده. يمكن عدد كبير جدا رؤيه فنيه لمستر مارتن مش متواجدين في القائمه، بدل ما يكون في مباراه وديه لفريق النادي الاهلي، الراجل عايز المباريات، لان الاخطاء يا كابتن اسلام انت عارف الاخطاء بتبان بشكل كبير جدا في المباريات مهما كانت التدريبات وقوه التدريب والجرعات التدريبيه، لكن الاخطاء ومع الضغط ومع المجهود الكبير بتبان اكيد بكل الاخطاء. لكن صفحه واتقفلت، النادي الاهلي لابد يكون الفتره اللي جايه يكون في شراسه، شخصيه النادي الاهلي تعود، روح الفنان النادي الاهلي تعود من جديد. مباراه الافريقيه وقلنا شهر واحد في مباريات كثير يا كابتن اسلام، عندنا سموحه ثم فريق سبيكا كلاب شبيبه الثوره، ماتشات كثيره جدا، فلابد ان النادي الاهلي يشتغل بشكل كبير، مستر مارتن يبقى معاه وقت كافي ان هو يقدر يصحح الاخطاء دي. لكن اكيد مش يعني ما اقدرش اقول لك ان فعلا في حاله حزن كبيره جدا لعيبه النادي الاهلي والجمهور للنادي الاهلي، لكن خلاص صفحه واتقفلت ان شاء الله اللي جاي احسن بالنسبه لفريق النادي الاهلي. ان شاء الله. هل اللعيبه غادروا الملعب ولا لسه؟ اه كابتن اسلام، يمكن معقد المباراه مباشره توجه لعيبه النادي الاهلي مباشره الى حافله النادي الاهلي، مستر مارتن الوحيد اللي كان متواجد بصحبه المترجم الخاص بي الى المؤتمر، ومجرد انتهاء المؤتمر يمكن خلاص توجهت لحافله النادي الاهلي خارج استاد الدفاع الجوي. غدا ان شاء الله باذن الله يكون فريق جديد، يكون وليد ازارو كمان في قلب بكره، هيكون الوقوف على حاله وليد ازارو، وحاولنا ان احنا نساله هل العضله الاماميه العضله الضمه، لسه الامر ده ما بانش بالتشخيص المبدئي طبعا. لكن بشكل عام النهارده الجيم يمكن النادي الاهلي
زي ما قال اكد قبل كده الكابتن محمد يوسف، بندي هدايا للفرق المنافسه مش محتاجه هدايا الفتره اللي جايه، فالصفحه اتقفلت ان شاء الله يا كابتن اسلام، واللي جاي احسن للنادي الاهلي باذن الله. اشكرك يا كريم على كل هذه المتابعه، ويعني ان شاء الله تبقى الامور افضل خلال الفتره الجايه. تامر كنت عايز تقول حاجه؟ كنت عاوز اشترك في السؤال اللي عجبني بصراحه كريم. لا لا انا بالنسبه لي كنت عايز اشترك في السؤال اللي انت، سؤال حلو جدا ولئيم برضه في نفس الوقت يا اسلام بصراحه، اللي سالته لبلال على موضوع ان هل الكابتن حسام اشتغل على حته العامل النفسي. بستند عليك على الكلام ده في حاجه، مش معنى ادى شرط الكابتن لعبد الله السعيد. برافو عليك. يعني هل مثلا هو عبد الله السعيد هو اقدم لعيب في الفرقه؟ لا، ده لسه جاي من خلال ساعات. النقطه الثانيه اسلام اللي وجهه نظري ويمكن تزعل شويه لعيب النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي، ما حسيتش النهارده ان النادي الاهلي عنده ليدر في الملعب. بمعنى ان ما حسيتش ان في حد قدر يحتوي الفرقه بعد هدف التعادل المبكر. حسيت ان الفرقه زي ما بنقول اتهزت بهدف التعادل المبكر. في غياب حسام عاشور ثم احمد فتحي، بحس ان النادي الاهلي في احتياج شديد جدا لقائد في ارض الملعب. وجهه نظري اللي حسيتها في ارض الملعب لغايه لما نزل وليد سليمان، ما حسيتش ان في لعيب يحتوي الفرقه. تمام. كابتن شريف، اخيرا يعني حاجه سريعه كده او روشته سريعه نقدر نقولها للنادي الاهلي ولجمهور النادي الاهلي اللي احنا محتاجينه خلال الفتره اللي جايه وبشكل كبير جدا. لا، علينا احنا الصبر كلنا مع الفريق الحقيقه، وما انا والجماهير كلها تقف جنب الفريق. هو ده السبورت اللي احنا محتاجينه دلوقتي، لان احنا عندنا لسه وقت كبير قوي عشان نكون قوام اساسي لفرقتنا واصاباتنا كلها ترجع. انا ما اقدرش اقول اكتر من كده الحقيقه، لان هو ده النقص العددي اللي عندي هو اللي مسبب لي كل المشاكل. وساعتها بقى يقدر المدير الفني يطور من الخطط ويطور من شكل اللعيبه وشكل الطريقه اللي يقدر يلعب بيها داخل الملعب. انا اعتقد ان عندما يعود جميع اللاعبين ونادي الاهلي الامور هتبقى مختلفه بشخصيته اللي احنا عارفينها، كل حاجه ان شاء الله هترجع لنصابها القانوني. واحنا النهارده بهذا الشكل وكنا قريبين ان احنا نكسب على فكره، واحنا كده واحنا بنتكلم في جميع التقصير اللي عندنا وكل حاجه، على الاقل التعادل، على الاقل كنا نقدر في اخر ثانيه حتى ان احنا نتعادل. انما انت حظك العارضه وقفت قدامك برضو، وكم كوره ما تصرفناش فيها تصرف سليم واعتمدنا الكوره. اذا كنت انا بس اخر واحده عايز اتكلم على الكوره بتاعت احمد الشيخ، انا شاكك فيها انها طبعا انها فيها دفعه واضحه جدا. ما تخليش اي حد يشككني، انا عندنا انا سايب الموضوع يعني التحكيم ده كله، يشككني في الدفعه دي. لكن انا بالمناسبه اليوم تحكيميا هو مش كابتن شريف تحكيميا هو راجل كويس وكل حاجه، بس برضه هو فتح ال هنا وهنا يعني. كابتن بلال روشيتا، وقول لي برضه رايك تحكيميا، هل سريع رايك؟ لا يعني تحكيميا انا شايف ان الحكم كان جيد النهارده، ما كانش سيء. النادي الاهلي اعتقد المدير الفني النهارده يعني كانت فرصه بالنسبه له لمباراه النهارده انه يشوف الفرقه ويحكم عليها بشكل كويس ويحط ايده على اللي محتاجه النادي الاهلي الفتره اللي جايه ايه. النادي الاهلي له شخصيه النادي الاهلي محتاجه ترجع في الملعب مره ثانيه. النادي الاهلي دايما بيعتمد على شخصيته والقوه بتاعته داخل الملعب. لعيبه النادي الاهلي، اللعيبه اللي جايه بقى، مع اللعيبه اللي موجوده، مع معدل اللياقه البدنيه اللي هيرتفع لبعض اللعيبه العائده من اصابه رمضان صبحي النهارده مشاركه، اعتقد المشاركه الجايه هيبقى افضل من كده بكتير جدا. علي معلول اعتقد هيبقى افضل برده من كده بكتير جدا، مع عوده بعض اللعيبه ومحاوله تجهيز المدير الفني للعيبه اللي دخلت النادي الاهلي او اللي تعاقد مع النادي الاهلي واللي ممكن تبقى ايجابيه من وجهه نظر الشخصيه. ان شاء الله المباراه اللي جايه هتبقى افضل بكتير بالنسبه للنادي الاهلي. كابتن تامر، التحكيم طبعا ما بحبش اتكلم على التحكيم، لكن على طول عمري بمشي على نقطه مهمه، الفريق الكبير هو اللي يجبر الحكم انه ما يقدرش يساعد المنافس. الروشيتا هي روشيتا، هي مسج يعني الجمهور النادي الاهلي، دي ضريبه ان انت بتشجع نادي كبير ونادي بطولات. النادي البطولات هو اللي بيبقى ضريبته ان وانت بتلعب او وانت بتبني فريق جديد برضه في نفس الوقت بتنافس. تمام. فدي حاجه صعبه، ودي ضريبه الكبار، ودي اللي النادي الاهلي بيمر بيها، ان هو مطالب ان هو ببناء فريق جديد وفي نفس الوقت المنافسه على اللقب. كل ما يحتاجه النادي الاهلي خلال الفتره القادمه، نترك الامور الفنيه ونترك كل شيء، ولكن كل ما يحتاجه النادي الاهلي خلال الفتره القادمه هو مسانده جمهور. اغلب الاوقات اللي كنا بنتكلم فيها من شويه، والمباريات اللي كسبها النادي الاهلي او الدوريات اللي كسبها النادي الاهلي، انا يمكن كنت مشارك في واحده من المباريات التاريخيه يا كابتن شريف للنادي الاهلي، مباراه الصفاقسي، الناس كلها كانت هنا قايله لنا ان لا ما حدش هيكسب ومش هتكسبوا وهتعملوا وبتاع والكلام ده كله. مباراه الصفاقسي المباراه النهائيه في البطوله الافريقيه، الناس كلها كانت هنا الا جمهور النادي الاهلي كان واقف معانا بيقول لنا لا انتوا هتكسبوا.
ده هتعرفوا ترجعوا لنا بالكاس من هناك، وده اللي حصل. وبالتالي جمهور الاهلي لا يحتاج، او جمهور الاهلي لا يحتاج الى اي نصايح ولا اي شيء. بالظبط، برافو عليك، انا بشكرك شكرا جزيلا يا سمير على الكره دي تحديدا، لانه زي ما قلت لحضراتكم احنا بنتكلم في حاجات احنا كنا موجودين فيها ومشاركين فيها، وكابتن بلال ياما شارك، الكابتن شريف ياما شارك في امور مثل هذه، لكن حضراتكم كجمهور انتوا الاساس في الفتره القادمه، حضراتكم كجمهور انتوا الاساس في الوقوف خلف اللاعبين خلال الفتره القادمه، والدعم النفسي زي ما الكابتن شريف بيقول مهم جدا جدا جدا. كابتن شريف انا بشكرك جدا جدا على وجودك معانا، كنا نتمنى الفوز، ولكن المباريات القادمه ان شاء الله النادي الاهلي يستطيع ان يفوز الحمد لله. شكرا جزيلا يا كابتن شريف. كابتن بلال انا بشكرك، نورت وشرفت وبشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا استاذ، ربنا يكرمك وبالتوفيق للنادي الاهلي في اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن تامر انا بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله المباريات القادمه تبقى فيها حاجه افضل من كده ان شاء الله. بشكرك يا اسلام وبشكر المشاهدين، وهارد لك للنادي الاهلي. هارد لك للنادي الاهلي. هنروح بقى لفقره مهمه جدا، وهي فقره التحكيم. هل كان للتحكيم دور في هزيمه النادي الاهلي النهارده او فوز نادي بيراميدز النهارده؟ ده اللي هنشوفه بعد هذا الفاصل مع كابتن احمد عودة.